فلك أن تسأل نفسك يا سالم الطويل، ما الذي جعلك أنت وعمرو أديب في خندق واحد؟ فاتق الله ولا تسئ للآخرين ولا تتكلم بكلام تكون فيه على قاسم مشترك بينك وبين العلمانيين. اسأل نفسك كيف ساءك إسلام هؤلاء كما ساء العلمانيين وكما ساء تركي الحمد. سبحان الله العظيم، أبدا وكأنكم خرجتم من مشكاة واحدة بهذا الموضوع. طبعا أنا لا أكفرك، أستغفر الله، لكن سبحان الله بهذا يعني أنت وياهم خرجت من مشكاة واحدة. سبحان الله العظيم، أبدا وكأنكم خرجتم من مشكاة واحدة بهذا الموضوع. طبعا أنا لا أكفرك، أستغفر الله. ما يبالي بذلك لأن ما عنده حياء، ما عنده حياء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن ليس عندك حياء يمنعك من الرذائل والخسائس. و فقال عليه الصلاة والسلام له: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. ثم رجع، ثم أدركه النبي صلى الله عليه وسلم بالبيداء، ثم سأله نفس السؤال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. في المرة الثالثة قال له: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فانطلق. فانطلق، يعني ما قال له قبل ما تروح تكمل الحرب: تعال بدي أعلمك أهم شيء، بدي أعلمك طاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر، نعم، وأن تسر في الإنكار عليه. أما الذي يستهزئ بطاعة ولاة الأمور لأن الله أمر بطاعتهم وأمر الرسول بطاعتهم، هذه ردة عن دين الإسلام. نعم، حقيقة تبا لك ما أقسى قلبك يا ضخم الجثة يا غليظ القلب، يا من لما سئلت عن الفرق من هم أفضل من هم أسوأ، الإخوان المسلمون أم العلمانيون، فقلت فضل الله فاك، الله أعلم. ومن آيات الله العظيمة انهم تناقضوا على رؤوس الاشياء، اي عاقل يعني يهمه الامر يدري انهم تناقضوا، انهم منافقون، يتلونون في كل مقام لهم لون على رؤوس الاشياء. احسن الله عليك، مثل العلمانيه اشد من العلمانيه، العلمانيه ما تنسب اخطاء على الدين، هذول يسمون اخواهم واخطاءهم للدين، هذول اشد جرم من العلمانيه. اسم الدين يعني العلماني يصرح يا شيخ؟ هي ويقول ما يبي الدين صرح، ظاهر كافر وظاهر، لكن ذا لا، هذا يجعل كفره هو على مذهب العلماني ويجعل العلمانية دين. يشرع للناس منظر هذا الديمقراطية قبل الشريعة. الله يكفينا ان شاء الله، ان شاء الله في السعودية. بس انهم استفادوا يا شيخ الله يحفظك، معاداتهم الظاهر حقهم يعني العداء ضد امريكا واسرائيل واليهود، حطوا غطاء. كل قطرة دم سفكت عليهم اثمها، كل حرمة انتهكت عليهم وزرها، كذبوا على الله على رؤوس الأشهاد. والله تعالى يقول في حق نبيه وأكرم الخلق عليه: لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. كذبوا، من أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه لا يهدي القوم الظالمين فيها خطر عليهم من سوء الخاتم، سيموتون مثل ابن عبد الله بن أبي، إنهم كذبوا وهم يعلمون إنهم كاذبون. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم، لا يغرونكم لا يغرونكم. بس الشيخ بعض مشايخنا الله يحفظك لما جاء مثل مرسي وشفيق إذا قال على الأقل هذا إسلام يعني أهون من علماني، يكذبون ما بينهم فرق، لأن العلمانيين أصبح منهم وهم روغان، يروغون روغان الثعالب كما قال عمر رضي الله عنه. كل حيوان إذا جرى يجري باعتدال إلا الثعلب، ومثل الثعلب يعني قالوا ربنا الله ثم استقام، قال عمر لم يروغوا روغان الثعالب.